طيب نبدأ يلا مع بعض. يلا حبايبي، ماشي. انا بص يا حبايبي، انا في عايزين شيء، نشوف في شيء الكلام، تقولوا ايه؟ عايزين بس نشوفهم مش موجودين كلهم بس ولا لا. بص يا حبايبي، في شيء قدامكم، يلا نبدأ نحله مع بعضينا. يلا السؤال الاولاني بيقول لك اكملي العبارات الآتية: تنقسم الموارد إلى نوعين، موارد نقط وموارد نقط. يلا. موارد طبيعية وموارد وموارد بشرية. بشرية. شطار شطار، برافو عليكم حبيبة، صوتك مميز جدا يا حبيبة. مش حبيبة اللي معايا حبيبة؟ أنا ميس. حبيبة معايا، نعم سامعني؟ أنا ميس. شطورة حبيبتي، شطورة. يلا نبدأ نكمل. يقتصر وجود الأمطار الشتوية في مصر على إيه الأمطار الشتوية؟ على الساحل الشمالي. برافو، الأمطار الشتوية حبايبي على السواحل الإيه؟ الشمالية. الشمالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أمورتي، عاملة إيه؟ الحمد لله. يلا نكمل. تعتبر منطقتي إيه وإيه أكثر مناطق مصر تلوث؟ عندنا منطقة حلوان وشبرا. وشبرا الخيمة. حلوان برافو وشبرا الخيمة. برافو حلوان عليك، وشبرا الخيمة. حلوان وشبرا الخيمة. يعتبر ايه المصدر الرئيسي للنيل نهر الأزرق؟ النيل. نهر نهر النيل. نهر النيل. نهر النيل. كلكم شاطرين، برافو عليكم. طيب تصل مياه نهر النيل الى شمال سيناء عن طريق ايه؟ عن طريق نهر النيل. درعة عن السلام. طريق ترعة السلام. برافو، عن طريق ترعة السلام. درعة السلام، برافو عليك. لا الذكرى. لا افتح المايك وجاوب. يلا، حما حما السد السد العالي العالي مصر من مصر مين أخطار اخطر ايه وايه؟ الفيضان والجفاف. بس الفيضان هو احنا في سؤال رقم والجفاف. كام معلش؟ الجفاف والفيضان. ثواني يا بنات بعد اذنكم عشان في زميلة رقم أربعة. بتسأل. ثواني يا بنات، احنا يا حبيبة قلبي في رقم أربعة. السؤال رقم 6: حما السد ماشي. العالي مصر من اخطار الفيضان والجفاف. معانا؟ رقم 7: الاسراف في استخدام المياه اهدار لانهي موارد؟ الطبيعية. طبيعية. إهدار للموارد الطبيعية، برافو عليك. طبيعية. الإسراف في استخدام المياه إهدار للموارد الطبيعية. طيب رقم 8: من البحيرات المالحة في مصر؟ قارون. بحيرة قارون. طيب بحيرة قارون مالحة. البحر الأحمر. طيب ممكن بس نسمع بعض، بس إحنا في أغنية أنا كنت قايلها لكم المفروض إن إحنا حافظينها بتاعة البحيرة، يلا نغنيها مع بعض. يعني البحيرات العذبة و لا احنا بنتكلم عن البحيرات المالحة، تعالى نغنيها مع بعض. بحيرة قارون والبحر الأحمر. البحر المتوسط. ممكن نسمع وبحيرة قارون. ممكن نسمع، احنا عندنا أغنية للبحيرات، يلا نقولها مع بعض. يلا نقولها مع بعض. يلا. برد في شمال سيناء والمنزلة خرجت بره والبورلوس جوه الدلتا جت وراها ايدكو مريون وما تنسوش يا حلوين قارون في الفيوم. صح كده؟ بحيرة البرولس، احنا بحيرة المنزلة، كل البحيرات اللي احنا قلناها دي وبحيرة إيدكو. مالح، ممكن تكتبوا بقى منها تاني. بس ممكن تعيدها تاني؟ حاضر، عيد الأغنية ولا عيد بردويل البحيرات؟ المنزلة البرولس إيدكو مريول. يبقى البردويل في شمال سيناء والمنزلة والبرولس وإيدكو مريول، دي البحيرات المالحة اللي عندنا. أنا عايزة أعرفكم حاجة يا بنات، البحيرة العذبة الوحيدة اللي عندنا هي بحيرة ناصر. بحيرة ناصر. اصبروا بقى واسمعوا، اصبروا واسمعوا. وبحيرة مين ناصر، هي بقى؟ اصبري واسمعي. وبحيرة ناصر يا حبايبي بحيرة صناعية، يعني مش طبيعية. الفرق يا ميس، الفرق ان البحيرة ديت ما كانتش موجودة في مصر أصلاً. لما اتبنى السد العالي المية بتاعت نهر النيل بقت تتكون ورا السد فكونت بحيرة ناصر. خلاص فهمنا؟ يلا السؤال اللي بعده. البحيرات العذبه ما فيش غيرها، بحيره ايه؟ بحيره ناصر. طيب بحيره ناصر تعتمد الزراعه، ماشي، تعتمد او بحيره السد العالي. برافو عليك. تعتمد الزراعه في الواحات على ها المياه الجوفيه. مياه الجوفيه في الواحات هي عذبه، انما المياه المالحه الجوفيه بتبقى قريبه من البحيرات والبحور. ومن أمثلة الواحات عندنا إيه؟ الدفنة والخرفة. واحد سيوة وواحد الفرافرة. وواحد الفرافرة. يلا.
زيادة النشاط الصناعي يؤدي إلى استنزاف إيه؟ الموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية. يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية. طيب تعتمد الزراعة في الواحات على مياه إيه برضو؟ المياه الجوفية. المياه الجوفية. مصادر المياه العذبة في مصر، المياه العذبة في مصر، إيه المصادر بتاعتها؟ عندنا ايه؟ نهر النيل، بحيرة ناصر، نهر النيل، نهر النيل وبحيرة ناصر والمياه الجوفية العذبة. المياه الجوفية العذبة. بصوا حبايبي، بصوا حبايبي، نهر النيل والأمطار، نهر النيل يا حبيبتي وفرعيه دمياط ورشيد وبحيرة ناصر، ماشي؟ ناصر. المصدر الرئيسي لمياه الشرب في الواحات برضو ايه؟ مياه الايه؟ مياه العذبة. ماشي. تتعرض المياه المالحة والعذبة للتلوث بسبب ايه؟ وايه ثلاث اسباب؟ ها؟ بسبب المخلفات، بسبب القاء مخلفات السفن في البحر، القاء مخلفات السفن، وإلقاء مخلفات الصرف الصحي الصناعي في البحار. يبقى عندنا إلقاء مخلفات السفن في المياه، وإلقاء مخلفات الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وإلقاء وتسرب زيوت البترول من ناقلات البترول. طيب يعتبر إيه وسيلة لزيادة الكفاءة البشرية؟ يعتبر الإيه؟ وسيلة لزيادة الكفاءة البشرية الصناعة. أكبر حقل من حقول البترول بحري في خليج السويس مرجان. وفاكرين لما كنت بقول لكم إن مرجان عندنا حقول برية وحقول بحرية؟ مرجان من الحقول البحرية اللي هو خليج السويس، ده من أكبر الحقول. يعد رقم 20 تختلف أهمية المعادن حسب إيه؟ ها؟ استخدامها كمية تواجدها وتوزيعها. برافو عليك. طيب يعد الحديد أساس إيه؟ صناعة الصناعات الحديد. يوجد في ثلاث مناطق، إيه هي المناطق اللي موجود فيها الحديد؟ الواحات البحرية وأسوان. الواحات البحرية وأسوان، دول أكتر منطقتين المفروض إن أنتوا تبقوا حافظين. المنطقة التالتة دي مالكوش دعوة بيها. أول من نقب عن الذهب كان مين؟ الفراعنة. الفراعنة أول من نقب عن الذهب واستخدموه في صنع مصطفى. الآثار بتاعتهم. دكتور مصطفى. دكتور مصطفى يستخدم. السيد. يستخدم معدن ايه في صناعة الأسمدة؟ فوسفات. الفوسفات. معدن الفوسفات. بيطلعوا منين؟ من أبو طرطور. من أبو طرطور. أقل مصادر الطاقة الغير متجددة أهمية؟ الفحم. بيلوث البيئة. يعتبر ايه من مشتقات البترول؟ الغاز الطبيعي. الغاز. مش الطبيعي. السولار والغاز الطبيعي والمازوت. بص يا بنات، من مشتقات البترول المازوت، السولار والسولار والغاز. بنزين الطبيعي. مش الطبيعي، الغاز بس مش. انت في سؤال كام؟ بنزين الغاز البترولي. يعتبر منطقة ايه بمصر اكبر منطقة لانتاج البترول؟ حقل ابو مودي. بصوا يا حبيبتي، بصوا حبايبي، في فرق بين خليج السويس والمنطقة المحيطة به اللي هي الصحراء، قصدي الصحراء خليج السويس. في فرق بين الغربية مش الصحراء الغربية. انا مش سامعة حضرتك. ما انتوا عشان بتتكلموا، انتوا اسكتوا وانتوا هتسمعوا. بصوا حبايبي، عشان انا خليج السويس والصحراء الغربية المنطقة المحيطة به. طيب ممكن تسكتوا عشان تسمعوا. في فرق يا حبايبي بين حقل وفي فرق بين منطقة. حقل قلنا ايه؟ حقل ايه؟ مرجان. طيب مرجان من اكبر الحقول. طيب ومنطقة، منطقة يبقى خليج السويس. اكبر منطقة بنطلع منها البترول خليج. خليج السويس. خليج السويس. خليج السويس. خليج السويس. يعد الحديد اساس ايه؟
الصناعات الحديثة. الصناعة الحديثة. حديثة. من مناطق إنتاج البيت وعندنا مين؟ السؤال 27 يا يوسف. خليج السويس. خليج السويس. والمنطقة الصحراء الغربية. دي شمال الصحراء الغربية. أدي كده ثلاث مناطق، خليج السويس والمنطقة المحيطة به وشمال الصحراء الغربية. من محطات الكهرباء الحرارية، احنا عندنا الكهرباء نوعين يا بنات. كهرباء بتنتج من السدود والخزانات. كهرباء حرارية وكهرباء كهرباء مائية. وفي كهرباء الحرارية بتنتج لما بحرق ايه؟ لما بحرق الفحم والبترول غاز الطبيعي. مصادر الطاقة غير متجددة. الحرارية بقى ايه محطاتها؟ شمال العربي وايه؟ متأكدة؟ الخير. محطات بتاعة الكهرباء الحرارية. يبقى انت عندك محطات الكهرباء الحرارية، محطة ايه؟ شمال القاهرة. الزعفران. لا، الزعفرانة دي الكهرباء اللي ناتجة من الريح. من مصادر توليد الكهرباء، بولد الكهرباء منين؟ من القناطر و والسدود. السدود والخزانات. قناطر سدود خزانات. القناطر السدود والقناطر. السدود والخزانات. طيب، من أمثلة القناطر في مصر، احنا خدنا أغنية للقناطر. انت عندك قناطر اسنا، قناطر السد العالي، قناطر السد العالي، قناطر اسنا، قناطر اسنا، قناطر قديمة، قناطر حديثة. السد العالي. بصوا يا حبايبي، في أغنية حبايبي للقناطر لازم نحفظها. تحت التانية قناطر إيه؟ إسنا. وفوق التانية على طول نجا حمادي. فوق شوية قناطر أسود. يبقى إحنا عندنا كم قناطر في المنطقة اللي هي في جنوب مصر؟ ثلاث قناطر. ثلاث. إسنا ونجا حمادي وفوقيهم أسيوط. طيب، تعالوا بقى نشوف. يدخل الفوسفات في صناعه ايه؟ الاسمده والمبيدات الحشريه. اسمده زراعيه ومبيدات حشريه. برافو. حشريه. شطه. المنجنيز عامل اساسي في صناعه ايه؟ الحديد والصلب. الحديد والصلب. طيب. يوجد الفوسفات في وادي النيل عند السباعيه، منطقه السباعيه فوق اسوان بشويه، وعلى ساحل البحر الاحمر بين سفاجة والقصر. سفاجة وايه؟ سفاجة ومن دمياط ومن الاسكندرية. من عيوب الطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة. مش زي الشمس والرياح والمياه. لا، من عيوب الطاقة المتجددة. أيوة، أنا ما بقولكيش إيه الطاقة المتجددة. السؤال يا حبيبي لازم نفهمه. مش بتستخدم وسائل تكنولوجية متقدمة. ارتفاع التكلفة. التكلفة بتاعتها غالية جدا. بتستخدم وسائل تكنولوجية. هي محتاجة رؤوس أموال ضخمة ومحتاجة وسائل تكنولوجية عالية. وسائل تكنولوجية. يبقى محتاجة الاثنين. ميس انا معاك، خلاص كتبت. اكتبوا ميس. هي اجابة سؤال رقم 34 ايه؟ 34. يوجد الفوسفات في وادي النيل عند السباعية وعلى ساحل البحر الاحمر بين سفاجة والقصير. السؤال سفاجة والقصير. السؤال 36. لا، ده سبو، ده اتلغى من النهار. طب يا ميس 29 ايه؟ ميس واحدة في صفحة كام؟ في الصفحة اللي قدام. يا جماعة ميس بقى احنا بنحل الشيت اللي ميس حاطاه ده، بنحل فيه بس. تعالوا بقى ناخد من مصادر الطاقة المتجددة. السؤال رقم 37. من مصادر الطاقة المتجددة. الشمس والرياح. الشمس والرياح والمياه. بس هو بيقول لك هنا عرفي بقى الأول، عرفي الطاقة المتجددة. إيه هي الطاقة المتجددة؟ هي الطاقة التي لا تنفس باستخدام الإنسان لها. برافو عليك. لا تنفس باستخدام الإنسان. هو الله هو مثل إيه؟ مثل الشمس والرياح. والشمس ثلاث حاجات. رياح شمس.
تؤيد هذه العبارة لأن موقع الوطن العربي موقع استراتيجي. حبايبي سؤال النقطة اللي بتقول مش فاهم السؤال 31 حبيبي قلبي السؤال 31 بيقول لك من أمثلة القناطر عندك القناطر إيه؟ القناطر القناطر السد العالي وعندك أسيوط ثلاث قناطر. طيب إيه تاني عندنا السؤال رقم إيه هو إجابة سؤال رقم 29 إيه؟ من محطات الكهرباء الحرارية شمال القاهرة وشبرا الخيمة. شمال القاهرة وإيه؟ وشبرا الخيمة. طيب يا حبايبي تعالوا بقى نشوف 38 يوجد الفحم في مصر في منطقة إيه؟ جبل المغرب شمال شطار. طيب يتم توليد الكهرباء الحرارية من حرق إيه؟ الفحم والبترول والغاز الطبيعي. بترول غاز طبيعي. شطور. من مصادر المياه المالحه في مصر احنا عندنا مياه مالحه ايه؟ عندنا البحار عيون المياه وبحيرات مالحه والبحيرات المالحه بحار وبحيرات ومياه جوفيه مالحه. برافو. تنقسم الطاقة إلى نوعين، طاقة متجددة وطاقة متجددة. من مشتقات البترول ها؟ الغاز بنزين سولار والغاز الطبيعي. لا ما ينفعش الغاز الطبيعي ده غلط. والمازوت بيتصنع منه البلاستيك. طيب بص انت تقولي المازوت بطل يعمل بالدور بس والبنزين ما ينفعش اقول الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي ده حاجه ثانيه. البنزين والسولار والمازوت وبعض انواع الصناعه مثل البلاستيك. طيب تمثل الكهرباء المائيه كم في الميه من اجمالي الكهرباء في مصر؟ عشرين؟ لا أكتر، الكهرباء المائية أكتر. 50 80% من إجمالي الكهرباء فين؟ في مصر. على فكرة في جدول في أول الصفحة بيركز على المناطق اللي فيها غاز طبيعي. أكبر منطقة للغاز الطبيعي بنطلعها من خليج السويس. أكبر منطقة خليج الإيه؟ مين صوت حضرتك بيهنج؟ مين صوت حضرتك بيهنج؟ بيهنج؟ لا يا حاجة. لا ازاي مش بيهنج؟ لا صوت حضرتك ما بيهنجش. ما فيش حاجة. تعالوا بقى يلا. العصر البطلمي هو عصر خلفاء مين؟ الإسكندر الأكبر. طيب استمر حكم البطالمة لمصر كام سنة؟ 300 قعدوا يحكموا مصر كام سنة؟ 300 سنة. برافو. اتخذ بطليموس الأول مدينة إيه عاصمة للحكم؟ الإسكندرية. الإسكندرية أصلا مين اللي بناها؟ الإسكندر الأكبر. مين اللي بناها؟ الإسكندر الإيه؟ الإسكندر الأكبر. طيب اللي بعده ها؟ استمر بطليموس الأول في حكم كام عام؟ قعد يحكم بطليموس الأول قعد يحكم أعوام كتيرة جدا. دي مش عارفكم تعرفوها مش مشكلة. طيب أنشأ كثير من المناحل لتصدير العسل إلى إيه؟ الصين. إلى الصين. يبقى على جيبة 47 لا سيبيها. أنشأ المناحل عشان يصدر العسل إيه؟ إلى الصين. تولى كليوباترا السبعة بعد مين؟ بطليموس الثاني عشر. بعد بطليموس الثاني عشر هي تولت الحكم وبعديها تحالفت مع مين؟ مع القائد الروماني مين؟ أنطونيوس. ضد القائد الروماني مين؟ أكتافيوس. في معركة مين؟ المعركة أكتيوم البحرية.
برافو عليك. مين اللي انتصر؟ مين اللي انتصر؟ أكتافيوس. أكتافيوس. القائد أكتافيوس انتصر على كليوباترا. أو معركة أكتافيوس كانت 31 قبل الميلاد. برافو عليك. يبقى أكتافيوس انتصر على كليوباترا السبعة وأنطونيوس، وبسبب أنطونيوس وحليفته كليوباترا السبعة. وانتهى عصر البطالمة وأصبحت مصر ولاية إيه؟ رومانية. برافو عليك. طيب تعالوا بقى نشوف الآثار والفنون البطلمية اللي في مصر. البطالمة سابوا لنا إيه؟ إيه الآثار اللي سابوها؟ منارة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية. ومكتبة الجندرة ودير المدينة. دي معبد دندره، معبد دير المدينه. مش معبد فيلة. معبد رقم كام؟ معبد احنا رقم كام؟ معبد الفيل. نقول معبد دندره، معبد دير المدينه، معبد وادي معبد فيلة ادفو، ومعبد ادفو، معبد كلبشة. فيلو فيلة. لا معبد كلبشة مش هنا. فيلة وادفو ودندره ودير المدينه وفيلة يا حبيبتي برضو آثار بطلمية. يبقى انت أيوة. عندك نقولهم تاني. انا بقول يعني كلبشة لا مش موجود هنا، قصدي يعني منارة الاسكندرية. انت بصي يا حبيبتي، منارة الاسكندرية دي خلاص. ايه اللي بقى اللي موجود تاني عندنا؟ ايه؟ معبد الفيلة، دير المدينة، وادفو، وفيلة، معبد جندرة، ومعبد دير المدينة. كل دي. ومعبد وادي السبوع. يلا هناخد بقى الورقة التانية، الورقة اللي بعد كده، الخرايط بقى مهمة جدا. ركزي بقى في موضوع الخرايط ده. أول حاجة بحيرة إيه؟ إحنا كنا لسه قايلين البحيرات وقعدنا الغنية دي، بحيرة إيه؟ اللي في شمال سيناء. برداويل، البرولوس، المنزلة، إتكو، مريوت. البرداويل في شمال سيناء. مش هو في الامتحان هيجي لنا خريطة ولا لأ؟ ممكن يجي لك خريطة، ممكن، بس مش هيجي لك بما تفسر من نتائج. ماشي. دي اللي ايه اللي متأكدين منها، انما الخريطة جايز تجي لك خريطة. لا دي مش مهم. مش ممكن ما يجيش بما تفسري؟ نعم. رقم اتنين بحيرة بحيرة ناصر أو بحيرة السد العالي، الاتنين صح. طيب بحيرة السد العالي منطقة لاستخراج المنجنيز. أم بجمع دي سيناء. أم بجمع في سيناء. طيب اسمعي، منطقة لاستخراج الفوسفات. هو انتوا مش سامعين يا بنات؟ لا سامعين حضرتك. طيب هي ما اسمهاش، هي ما اسمهاش بجمع، اسمها بجمة. اسمها بجمة. ايه؟ بجمة. لازم تنطقوا صح. ام بجمة فين؟ في شمال سيناء او في سيناء. طيب منطقة لاستخراج الفوسفين. ها؟ لما تيجي تحل خرايط تحطي ايدك على الرقم على الخريطة. ليه؟ عشان تبقي متأكدة الرقم ده مكانه ايه. طيب يبقى الفوسفات قلنا ابو طرطور، الفوسفات ابو طرطور في الصحراء الغربيه. منطقه لاستخراج الحديد. الواحات البحريه في الصحراء الغربيه. ما ينفعش تقولي لي اسوان عشان انا حاطه لك الرقم على الواحات البحريه. ما ينفعش تقولي طب هو اسوان هو برضو بيستخرج الحديد، بس انا حاطه لك على الواحات البحريه. الواحات البحريه. طيب البحر بحيرة ابو ودنين، البحر ايه؟ البحر الاحمر. البحر الأحمر. طيب ثمانية ساحل الايه؟ ساحل الشمال. الساحل الشمالي. طيب منطقة استخراج الذهب. منجم السكري. منجم الايه؟ منجم السكري. فين؟ في الصحراء الشرقية. واللي كتبت في جبال البحر الاحمر، عشان لو جالك الاختيارات الصحراء الشرقيه وفي جبال البحر الاحمر، عشان لو جه اختيارات، لو جه اختيارات لازم تبقي عارفه الحاجه موجوده فين.
طيب اللي بعد. موسيقى لاستخراج الفحم. جبل الفحم مغارة. ايه؟ جبل مغارة. جبل مغارة. جبل الفحم جبل مغارة. جبل مغارة. ماشي. خليج ايه؟ خليج السويس. خليج السويس. انت عندك الخليجين زي صوابع ايدك. العلاقه واحد كبير السويس والتاني صغير العقبه. خليج العقبه خليج السويس. منطقه لاستخراج الغاز الطبيعي. ها الغاز الطبيعي أبو إيه؟ خليج السويس. أبو 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 استخراج الغاز الطبيعي خليج السويس. أبو ماضي. أبو حقل أبو ماضي. أبو ماضي شطار. أبو ماضي شمال الدال. حقل أبو ماضي. طيب قناطر إيه؟ قناطر إسنا. استنوا بقى استنوا هنا بقى نقف شوية. شال أنا هي قناطر إسنا دي مهمة جدا. أيوة بصوا يا حبايبي مش انا قلت ميس هي انا اعرف ان هي كانت جايه لنا في امتحان نص السنه. بصوا حبايبي تحت الثانيه اهي شايفين الثانيه اللي هي بتاعت قنا. شايفه الثانيه اللي قدامك حبايبي شايفين الثانيه. الثانيه دي تحتيها قناطر اسم. فوقيها على طول نجا حمادي. فوق شويه اسيوط. خلاص فهمتوا؟ ماشي خلاص فهمتوا. نعيدها تاني تحت الثانية قناطر اسم. تحت الثانية ايه؟ قناطر اسم. فوق شوية ها نجا حمادي. برافو عليك. فوق شوية أسيوط. معايا؟ نعيد تاني. نعيد تاني. تحت الثانية قناطر. فوق الثانية نجا ايه؟ نجا حمادي. نجا حمادي. فوق شوية قناطر ايه؟ أسيوط. أسيوط. برافو عليك. تعالوا بقى نشوف بعد كده. رقم 5 السد ايه؟ العالي. سد العالي. كتبتوا؟ البحر ايه؟ بحر المتوسط. متوسط. بحيرة ايه؟ بحيرة يا ميز مش بحر. الأحمر. سبعة يا حبيبة قلبي. سبعة بحيرة قارون. بحيرة قارون. ثمانية البحر المتوسط. تسعة محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح. مين اللي كان الزعفرانة. 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 برافو عليك. الزعفرانة والمنطقة بتاعتها فين الزعفرانة؟ لا يا في السويس. الزعفرانة دي موجودة فين؟ بحيرة وثمانية البحر. يا ميس هو مكتوب في سبعة بحيرة وثمانية البحر. أيوة بحيرة رقم سبعة يا حبيبتي بحيرة قارون. ايوه والبحر بقى البحر المتوسط. ماشي. محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح. محطة الايه؟ الزعفران. 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 برافو عليك. تعالوا بقى ناخد حاجة مهمة جدا. ايه هي بقى الحاجة المهمة دي؟ سامعيني؟ طيب تعالوا بقى ناخد حاجة مهمة جدا. ايه بقى الحاجة المهمة جدا دي يا ميس؟ هناخد نعمل مقارنة بين ايه وبين ايه؟ نعمل مقارنة بين الموارد الطبيعية والموارد البشرية. الموارد البشرية. الموارد الطبيعية هي كل الموارد التي منحها الله للإنسان دون جهد من جانبه في تكوينها. الموارد البشرية هي الموارد التي صنعها الإنسان لإصبح حاجته. جهد من جانبه في تكوينها. الموارد التي منحها الله عز وجل للإنسان دون جهد من جانبه.
يا جماعه الميس خرجت. لا يا حبايبي انا معايا موجوده موجوده انا بس مش خرجت. قولوا ها الموارد الطبيعيه ايه؟ ها الميس خرجت. هي هي الموارد منحها الله للانسان دون جهد من جانبه في تكوينها. هي الموارد التي منحها الله للانسان دون جهد ايه من جانبه في تكوينها. مثل ايه بقى؟ المياه والتربة. المياه الهواء المياه والتربة موارد المياه الهواء والموارد المعدنية. ليش انا مش عارفه كويس حضرتك عمالة تتحركي في الورق؟ انا مش عارفه اشوف. الاول كان احسن يا ميس. الاول ازاي يعني لما كان مثبتاها؟ استنوا هي تتظبط دلوقتي. يلا نقول مع بعض لما تتظبط. يبقى هي الموارد التي منحها الله الانسان زي ايه؟ اي حاجه ربنا ادها لنا هي دي موارد طبيعيه، زي الميه، زي التربه، زي النبات الطبيعي، زي الثروه المعدنيه. طيب تعالوا بقى نشوف بعدها الموارد البشريه. ايه هي بقى الموارد البشريه؟ ها هي كل ما انتجه ايه؟ الإنسان. هي كل ما أنتجه الإنسان لإشباع حاجته. كل ما أنتجه الإنسان لإشباع حاجاته أو ما يكون به الإنسان من أنشطة. طيب زي إيه بقى؟ زي الزراعة، زي الصناعة، زي إيه كمان؟ التجارة، زي التعليم، زي السياحة، كل الحاجات دي كلها، زي وسائل المواصلات. خلاص يا بنات؟ المقارنة دي خلصناها. ميس أنا مش شايفة كويس، الأول كان أحسن. لما كان في فايل كان أحسن. طيب تعالوا طب نعملها طبعا لما تتظبط. يلا نشتغل مع بعض. يلا مع بعض. يلا هي كل هنقارن بقى بين حاجتين تانيين، هنظبطها لكم دلوقتي، هظبطها لكم عشان تبقوا تطبعوها عندكم. جهود الدولة لحماية المياه من التلوث وجهود الدولة لتنمية الطاقة. الدولة عملت ايه عشان تحمي المياه من التلوث؟ ها؟ تنمية الايه؟ جهود الدولة لحماية المياه من التلوث. الدولة عملت ايه عشان تحمي المياه من التلوث؟ معالجة مخلفات الصرف الصحي. الصرف الزراعي وزيادة حملات التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه. ميس معالجة الصرف الزراعي والصرف الصناعي، قصدي الصرف الزراعي والصرف الصحي. ميسا حضرتك معانا؟ الميس خرجت ولا ايه؟ لا يا الميس موجودة. لا الميس معانا. الميس موجودة بس ما بتتكلمش. ايوه واحنا كده مش هنلحق لانه مكتوب ناقص 5 دقايق. ايوه مكتوب فوق. احنا عندنا رياضة بعد كده. الجماعة بيقفل عند اختي قبل 5 دقايق والميس بتخرج. يلا حبايبي يلا مع بعض كده. أهلا ميس. جهود الدولة